Görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, bana yaptığın o kasidayı okur musun? Allah! Evet ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra okumaya başlamış. Okumaya başlamış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciddiyetiyle bu kasideyi dinlemiş ve ondan etkilemiştir. Kendisi böyle sağa sola Resulullah böyle şey etmeye başlamış. Nasıl bir ağaç, bir rüzgar ona vurduğu zaman sağa sola şey ediyormuş. Resulullah böyle etkilemiş, sağa sola böyle meyal oluyordu. Ondan sonra kasideyi bitirdikten sonra elini baştan sona kadar böyle mübarek ellerini koydu ve onu okşadı ve onu böyle hepsini şey etti, üzerinde bir masaj halinde yaptı. Resulullah kayboldu. Ondan sonra adam uykudan kalkmış, bakmış ki vücudunda mı hiçbir şey kalmamış. Sanki bir felci geçirmemiş, senelerce yatakta olduğu halde ve kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun mübarek elini okşadığı için bir hastalık vücudundan kalmadı. Ve ailesine sesledi. Kalkın, kalkın. Allah! Gelin, ben hiç ayağa kalkmış, demiş benden hiçbir şey yoktur, kalmamış, ben rahat oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini bana teberrük etti ve hiçbir şeyim kalmadı. Ve sonra camiye giderken bir insana rastlamıştır. O tanımıyor, o da onu tanımıyor. Demiş, sen bu gece sabah namazında, bu gecenin yaptığın o kaside-i şerif bana söyler misin? Bu kasidenin sahibi demiş, ben bu gece yapmışım. Benden başka kimsenin haberi yoktur. Sen bunu nereden öğrendin? Demiş, ha doğrudur ama sen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dediğin zaman Resulullah böyle sağa sola meyal olurken ben de sizin arkanızdaydım dedi. Allah'ım ya Rabbi! Ben de orada duruyordum. Ben de oradaydım demiştir. İşte bu kaside-i şerif kim ciddiyetle ne için okurlarsa tecrübelidir. Allah Celle ve Ala onun neyisi varsa gideriyor ve ona her şeyi düzeltiyor. وَرَعِيهَا وَهَيَ فِي الْاَعْمَالِ سَائِمَةٌ وَاِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَ فَلَا تُسُمِهِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذه للمرء قاتله من حيث لم يدر ان السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى التسائس من جوع ومن شبع فرب مخمسة شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحم يتندم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق
يخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنما محضا كالنسحة فالتهميد لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نصبت به نستا لذي عقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قول لك استقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة وإن لم ولم أصل سوى فرضا ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من شغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشح مترف الأدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على
في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم ما رماه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ وسميع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما ابدا